Good morning and thank you very much. صباح الخير وشكرا جزيلا لدعوتكم للحديث إليكم اليوم. أريد أن أتحدث عن تجربة السنة الماضية وأضع الأمور في انصبائها بحسب مجال خبرتي في السنة الماضية. وبعد أسبوعين من رحلتي البحثية احتجزت في الإمارات العربية المتحدة زهاء 7 شهور بتهمة التجسس. احتجزت طيلة المدة تقريبا في السجل الإنفرادي وأرغمت على الاعتراف بالتهمة التي وجهت ضدي. بعد 5 أشهر من احتجازي وبعد 3 جلسات مقتضبة أصدر حكم المؤبد بحقي في جلسة استمرت أقل من 5 دقائق. وبعد تدخل المملكة المتحدة أصدر عفو رئاسي ورحلت من الإمارات العربية المتحدة. كنت أبحث في موضوع جهاز الأمن الإماراتي بعد الربيع العربي وركزت هنا بطبيعة الحال على أمرين: أولهما تركيز السلطة في حقوق النخبة القبلية، وثانيا بزوغ نجم جهاز الأمن الإماراتي. وبحثي يغوص في هذه الظواهر في الجيش وفي الاقتصاد وأيضا البيئة الصناعية، وكل مصدر في أطروحتي متاح للعامة. وأريد أن أقول أن بحثي يركز على معلومات نشرت من قبل السلطات الإماراتية. اجتذبت لهذا البحث بحكم خبرتي ومعاشي وعملي في الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعملت أيضا مع القوات المسلحة الإماراتية ولدي اطلاع معمق لجهة الأحداث التي تتكشف أثناء عملي فيه. وخلال 3 سنوات ماضية عملت على مواضيع تهم المنطقة والخليج، وشاركت أيضا في تقرير استراتيجية الأمن القومي لمعهد فكري يعمل عن كثب مع الأمن الإماراتي. وأيضا كنت جزءا من مجموعة خبراء في المملكة المتحدة قدمت إحاطات للسفير البريطاني المقيم والقنصل العام في الإمارات العربية المتحدة. عدت إلى الإمارات العربية المتحدة لأول مرة بعدما غادرت في عام 2015 لكي أجري مقابلات لأطروحتي، لأن هذا جزء أساسي لأي عمل جدي بحثي أكاديمي. وقد وفرت استمارات واقتراحا لجامعة دورم، وبعد فشل أولي تم قبول اقتراحي. وبعد ذلك قابلت بطبيعة الحال مسؤولين إماراتيين، ولكن نحيت جانبا أسماءهم لأن ذلك طلب مني لأغراض السلامة والأمن، فوافقت. سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة وأجريت مقابلات، ومن ثم اعتمدت على نزاهتي ودقتي وسلامتي في بحثي، واستخدمت مسجلا وسجلات مقابلات، وأيضا وفرت استمارات وقع عليها أولئك الذين أجريت مقابلات معهم. وخلال التحقيق معي طرحوا علي أسئلة وقالوا أن المسجل الذي كان بحوزتي هو جهاز تنصت سري، ولم ينظروا في الاستمارات الموافقة التي وقع عليها أولئك الذين أجريت مقابلة معهم. ولكن في المرة الثانية التي ذهبت فيها الإمارات العربية المتحدة شعرت أنني مراقب إلكتروني ومراقب من قبل أشخاص، وأعتقد أن ذلك مرتبط بجنون الاضطهاد بسبب الجهد الذي عانيت منه. ولكن بالفعل اتضح أن الأمر مرتبط بالمراقبة. بالفعل لقد كنت مراقبا على الدوام. في 5 مايو حاولت أن أعود إلى المملكة المتحدة واعتقلت في مطار دبي، ومن ثم رحلت إلى أبوظبي وحرمت من وجود محام ولم تعرض لي الأسباب. تعرضت لمعاملة مهينة ومذلة وسجنت في سجن انفرادي. هددت بالتعذيب البدني بما في ذلك نقلي إلى قاعدة عسكرية إماراتية خارج البلاد، وأيضا الذهاب إلى مكان آخر حيث ستسوء حالتي. وهددت أيضا بالمؤبد إذا لم أعترف بالتهم التي وجهت إلي. خلال تلك الفترة صحة العقلية تدهورت لدرجة أنني كنت أفكر في الانتحار، وتخيلت الإضرار بنفسي على نحو منتظم. وفي عديد من الحالات بالفعل أضريت بنفسي، ولكن بعد ذلك سويت الأمور ووفر لي طبيب. ولكن ضابط المخابرات كان يؤثر على الجرعات التي أتلقاها،
والوصول إلى الطبيب أصلا، وهذا بطبيعة الحال ونحو متعمد أثر على كمية الجرعة. في بعض الأحيان كانت توفر لدي لجرعة زائدة، وفي بعض الأحيان كانت تقطع الجرعة مرة وإلى الأبد، وبالتالي شعرت بأنه يتعين علي أن أعترف. لذلك قالوا لي إذا ما اعترفت فإننا سنحررك ونطلق سراحك. وبعد ذلك بطبيعة الحال فكرت في الانتحار، وأيضا في حمام ما أيضا فقدت الوعي، وكنت أيضا أتقيأ في كل يوم لثلاثة أشهر. ولكن خلال تلك الفترة في المستشفى ذهب بي إلى المحكمة للمقاضاة، ووفر لي محام من قبل المحكمة أقل من 36 دقيقة قبل الدفاع، وألتقى سراحي بكفالة خلال ثلاثة أسابيع، والاتهام خفض من حيازة معلومات سرية إلى حيازة معلومات حساسة. وخلال فترة إطلاق السراح قيل لي من قبل الضابط البريطاني أنه يتعين توفير محامين، ولكن بعدما عدت حكم علي بالمؤبد، وعدت إلى نفس المنشأة على نحو يثير الدهشة، وتم التحقيق معي مرة أخرى. ولكن بعد ذلك أصدر عفو رئاسي ورحلت من الإمارات العربية المتحدة. هذه التجربة تؤكد على فرضيتي التي تقول أن جهاز الأمن بطبيعة الحال يدير السياسة الخارجية والسياسة الخارجية. البارانويا التي أظهرت في التعامل مع قضيتي تظهر أن هناك عدم فهم واضح للعالم خلف جدران المجتمع المحافظ المغلقة التي تديرها النخبة القبلية في أبوظبي، بينما تحاول الإمارات العربية المتحدة قلب آية الربيع العربي وتقحم الأمن في إدارة الشؤون السياسية و المنطقة، إلا أن أثر ذلك على حقوق الإنسان وواجب الرعاية أثر مقلق للغاية. بينما الإمارات العربية المتحدة تعمل وتفلت من العقاب، وأيضا تحتجز أكاديميين بحجة مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا يثير الذعر. خلال وكلائها في ليبيا وفي غيرها من البلدان، فإن الإمارات تروج لما تقوم به على حساب انتهاك حقوق الإنسان. لا مصادفة أن الإمارات أصبحت أكثر جرأة، وأبوظبي أصبحت على قطع مع موسكو أكثر حميمية وقربا في السنوات الماضية. عام 2019 تقول الإمارات أنها سنة التسامح، ولكن في عام 2018 مرت تشريعات أورويلية ووسعت من سلطات جهاز الأمن. هذا بطبع الحال أفضى إلى حوار وطني، ولكن المواطنين والمقيمين يجب أن يتبعوا ما تقوله الإمارات. هذه القوانين لا تتسق مع ما يجري، ولكن هناك خطوط حمراء، ولكن من الواضح أنه وأن أي فكر مستقل يعتبر تهديدا للأمن الإماراتي. يتعين علينا أن نمحص بطبيعة الحال هذه الدول إذا ما كانت قيمها تتماشى مع قيمنا. وهنالك برامج استراتيجية. الإمارات بطبيعة الحال حاولت أن تنشر عقيدتها على أساس أنها تتساوق مع عقيدة الغرب، ولكن تمحيص السلوك الإماراتي يجب أن يكون أكثر عمقا. إن الدول السلطوية تحت المجهر دائما وأبدا، لا سيما بعد قتل خاشقجي وبعد احتجازي وبعد الاعتداء على حقوق أولئك المنافحين عن حريات البشر. يتعين علينا أن نلتزم بقيمنا، ويتعين علينا أن نصدر أحكاما على تلك الدول كما نصدر أحكاما بشأننا. أنا بطبيعة الحال أريد أن أنحي جانبا السمعة السيئة التي لحقت به، وأريد أن أسائل الإمارات العربية المتحدة لجهة الإجراءات التي اتخذت بحقي. أنا هنا موجود لكي أطلق حملة وأعمل مع وزارة الخارجية البريطانية لكي أثير هذه القضايا، وأريد بطبيعة الحال أن أستمر في هذا العمل. وبهذا أشكركم جميعا.